بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم على ريفت ستراكشر. برنامج الريفت بيدي قوة جامدة جدا للشغل. بتشوف المبنى 3D، بتعمل كوردينيشن، بتعمل أدق التفاصيل في المبنى. لو جينا نبص على ريفت ستراكشر 2013، هنلاقي ان انا ممكن انزله بصورتين، لما انزل البرنامج ريفت ستراكشر لوحده او ان انا انزل ريفت 2013. بتلاقي فيه اركتكشر وستراكشر وسيستمز. سيستمز دي اللي هي الحاجات الكهروميكانيكال، التكييف، البلامنج، الكهرباء. دي الواجهة بتاع برنامج الريفت، واجهة سهلة وبسيطة. لو بصينا كده هنلاقي الجزء دوت اللي فوق عبارة عن بروجكتس، بتلاقي المشاريع، ودي اخر مشاريع انا اشتغلت عليها. اوبن ده بفتح مشروع موجود. الامتداد بتاع ريفيت RVT، او ان انا اقول له ان انا هعمل مشروع جديد، ساعتها هيقول لي عايز تبدأ من الصفر ولا عندك تمبليت جاهز. ملف التمبليت زي ما نشوف مع بعض، ملف بكون حاطط فيه بعض الاعدادات، يعني مظبط مثلا اليونت، شكل الاسهم، شكل الكتابات، في مثلا بعض الاعدادات الخاصه بيا. انا شايف انها تقرب مشروع لمشروع، يعني في بعض الفاميلي ظبطتها مثلا. طيب الجزء اللي تحت خاص بالفاميلي. ايه الفاميلي؟ لو انت شغال على اوتوكاد كان عندنا حاجه اسمها بلوكس، يعني مجموعه من العناصر مربوطه ببعض. يعني لو بصينا مثلا على ده كرسي او طبلية، حاجة بسيطة خالص، عبارة عن مجموعة عناصر مربوطة ببعض. بدل ما كل ما اجي ارسم الطبلية ديت اقعد اجمع خطوط واجمع حاجات، لا هو متجمعين مع بعض. بس الفاميلي في الريفت اذكى بكتير من البلوكات اللي موجودة في الاوتوكاد. بمعنى ايه؟ ان هي بيحس بالحاجه اللي جنبيها. يعني لو انا مثلا حطيت باب في قلب حيطه، الحيطه اوتوماتيك تتقطع والباب يبقى موجود مكانه، مش لازم اعمل اوامر قط واوامر اللي احنا كنا بنعملها زمان في الاوتوكاد. هنا برضو بلاقي اوبن لو عايز افتح فاميلي، نيو لو عايز اعمل فاميلي جديد، وديسك سيك لو انا عايز اعمل سيرش على النت على فاميلي معينه. هنا دي قائمه هيلب، يعني ايه الحاجة الجديدة في الاصدار دوت. هيلب لو عايز اي مساعدة، كانك دوست في واحد. اكسشينج ابليكيشن دي عبارة عن ادوات مساعدة بتزود قوة للريفت. زي ما احنا كان عندنا الاثبات في الاوتوكاد، هنا عندي حاجة اسمها اكسشينج ابليكيشن او بنسميها ادنس، اللي هي زي اسم. الاختصار ان هي بتزود بعض الزراير او بتزود بعض الاوامر او بتزود بعض الامكانيات للبرنامج. طيب لو انا جيت افتح مشروع وقلت له اوبن، بدور على اي امتداد من الامتدادات ديت. RVT ده امتداد المشروع في الريفت، زي ما الاوتوكاد كان DWG. الفاميلي RFA، الADSK ده امتداد مشترك بين برامج اوتوديسك. RTE ده الامتداد الخاص بالتمبليت بتاعه المشروع، لو انا عايز اعمل مشروع وما ابداش من الصفر. RFT ده الامتداد الخاص بالتمبليت بتاعه الفم. لو انت عايز تفتح مشروع ستراكشر وما عندكش مشروع خاص بيك، في مشروع بينزل عندك ومكان مسطبت الويندوز. انت عاده مسطب في السي، انا مسطب عندي في الاي. ادخل على الاي، بروجرام فايل، اوتوديسك، ريفت 2013، بروجرام، سيمبلز، هتلاقي الحاجات اهيت. يعني لو رجعت المسار مثلا فرض انت تدخل على السي، بروجرام فايلز، اوتوديسك، ريفت 2013، بروجرام، سيمبلز، دي بعض الحاجات البسيطه اللي بتيجي مع نسخه الويندوز. اقول له انا عايز الار في تي بس، فجاب لي الحاجات اهيت، الار اي سي والار ام اي. ار اي سي دي اللي هي الحاجه المعماري، ار ام اي الحاجه الكهروميكانيكال. الاستراكشر اهوت، اقول هفتح المشروع دوت، اقول له اوبن، يبدأ يفتح المشروع ونشوف الشغل بتاع الريفت ده. مشروع بسيط خالص، سيمبل. ادي اول مشروع فتح معايا. دي الواجهة بتاعت البرنامج زي ما كان في الاوتوكاد. عندي مساحة العمل، دي مساحة العمل. هنا دي الخصائص، دي ممكن اجيبها بكنترول 1
زي ما كان موجود في الاوتوكاد. لو انا مش واقف على حاجه خالص بيجيب لي خصائص الفيو، لو انا واقف على اي عنصر بيبدأ يجيب لي الخصائص الخاصه بالعنصر دوت. هنا بلاقي تصفح للمشروع، يعني مثلا زي ما انت عارف ان الريفت كل حاجة موجودة في ملف واحد، هتلاقي هنا برضو دي الدور الاول، الدور التاني، الدور التالت، الروف، لوح الاليفيشن، لوح الليجند، الاسكادولات، الشيت، الفاميلي، كل حاجة من البروجكت براوزر اقدر اتحكم فيها من هنا. يعني ممكن وانا هنا اقول له وديني الدور الاولاني، الاقي نفسي روحت للدور الاولاني وابدا اشتغل شويه استراكشر. طيب لو القائمه دي مش موجوده والقائمه دي مش موجوده، ممكن اجي على قائمه فيو. كان في واحد معرب كلمه فيو دي منظره، المفروض منظر او رؤيه، اقول له بروبرتيز من يوزر انترفيس، يعني من فيو هختار يوزر انترفيس واقول له بروجكت براوزر، تمام، فهيجيب لي لوحه تصفح المشروع. طيب بفرض ان انا عايز ارسم حاجة بسيطة خالص كمثال للشغل في الريفت، عندي قائمة architecture و structure، هاجي على قائمة structure واقول له انا عايز ارسم مثلا وليكن wall، بقول له انا عايز ارسم wall structure، بيقول لي ابدأ ارسم ال wall دي. بعض الخصائص الحاجات اللي انا ممكن ارسم بيها الول، زي ان انا ممكن ارسمه على اي خط عادي، تمام. كأنك بترسم في الاوتوكاد، بس في فرق بسيط. اولا هو ما رسمش خط، لا هو رسم حيطة كاملة، مش مجرد بس خطين، لا ده هو عارف ان دي حيطة. يعني لو مثلا في ضغط خبط في الحيطة وقلت له اعمل لي كوردينيشن، هيقول لي ان ضغط خبط في الحيطة في المكان الفلاني. زائد ان انا لو بصيت في 3D الاقي ان هو رسم لي حيطة فعلا زي ما انتوا شايفين. انا ببدل بكنترول تاب، كنترول تاب بتبدل بين المناظر المختلفة. هاجي برضو وول استراكشر، اقول له مثلا عايز ارسم اوضة، ده شكل من ضمن الاشكال، ابدأ ارسم الاوضة. ممكن اقول له انا عايز ارسم اوضه على شكل دائري او شكل سداسي او خماسي او اي شكل من الاشكال. يعني بيقول لي انت عايز ترسم كام جانب، فبقول له مثلا عايز ارسم بشكل خماسي وابدا ارسم اوضه خماسيه. والتعديل في الرسم سهل جدا، زائد ان هو بيظهر في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني لو انت عدلت في الفيو دوت هتلاقيه اتعدل في 3D، هتلاقيه اتعدل في السكشن. يعني لو جينا خدنا سكشن كده، علامة سكشن اهيت وعلامة 3D ديفولت 3D موجودة اهيت. اجي هنا ادوس كليك يمين واقول له جو تو فيو، الاقي ان هو عمل لي السكشن مظبوط. لو عدلت فيه ولغيت اي حاجة هتلاقي الحاجات اتعدلت. طيب هو ليه نازل تحت الفيو زي ما انت شايف؟ زي ما انت شايف السكشن دوت. لسبب بسيط، وانا برسم الوول او برسم اي حاجة بيديني شوية خصائص هنا، تمام. فمن ضمن الخصائص ان هو مديني هترسم ديبس ولا هترسم هاي، يعني انت واقف في الدور ده الاول هترسم لتحت ولا هترسم لفوق. انا هقول له انا هرسم لفوق هاي، واقول له حاجه من الاثنين، يا اما انا هقول له الحته دي رف طالعه معايا لحد الروف او طالعه لاي دور من الادوار، او انكونكتد. انكونكتد يبقى مش مرتبطه بدور معين. بمعنى ايه؟ ان هو مثلا هكتب له ارتفاع، هقول له دي ارتفاعها مثلا 10 متر، تمام. طيب ايه الفرق لو انا مثلا عندي دور 3 متر؟ ايه الفرق لما اقول له للدور التاني واقول له ارتفاع الحيطة 3 متر؟ الفرق لو حد عدل الدور التاني طلعه مثلا خلاه 4 متر، لو انا قايل للحيطة دي
انت 3 متر مش هتطلع معايا، انما لو قايل له انت مرتبط بالدور التاني الحيطه هتطلع معايا لحد الدور التاني. طيب انا لو جيت دلوقتي ورسمت حيطه كده، وجيت دخلت في السكشن، هلاقي الحيطه اللي انا عملتها اهيت فوق الدور بتاعي وارتفاعها 10 متر. ممكن اجي هنا اقول له خلي الارتفاع مرتبط بالدور التالت، تمام اهو هو كده مرتبط بالدور التالت. فانا لو جيت في الاليفيجن دي، خطوط الاليفيجن، لو جيت في خطوط الاليفيجن وقلت له لا خليها 8 متر، الجهاز بتاع كوردر ضيوف فبطيء شوية في الشغل، فاستحملونا بقى شوية. هو الجهاز محتاج اي جهاز، يعني لو انت عايز تشتغل على ريفت بيحتاج رامات عالية، يعني اقل حاجة 4 جيجا، العادي 8. الشغل كويس بقى وانت طالع، يعني لو عايز تجيب 30 جيجا رامات محدش يقولك لأ. بس انا شغال في الشغل على 12، على الجهاز بتاعي 4، تمام. فهو هنا الحيطة ما دمت رابطها بدور معين هتطلع وتنزل معايا، يعني بقى 3 8 متر راح هو مظبط نفسه الحيطة. لو انا كنت ربطه بارتفاع معين على طول الحيطة دي 10 متر، لا ملوش دعوة بالدور، هو ليه دعوة بالارتفاع معين. طيب انا لو جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم مثلا كولوم، بلاقي هنا في شاشة الخصائص بيقول لي انت عايز ترسم اي نوع من انواع الكولوم، فببدأ اختار، ممكن اقول له مثلا ريكتانجل، ممكن اقول له راوند، ممكن اختار مثلا اي شكل من الاشكال الموجودة. احنا هنا حاجة سريعة، ده مثلا حاجة حديد، احنا هنا حاجة سريعة ان شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده هنمسك واحدة واحدة بأدق التفاصيل نبدأ نشوفها مع بعض. طيب انا قلت له انا عايز ارسم حاجة ريكتانجل، هبدأ احط العواميد بتاعتي، يعني حطيت مثلا عمود هنا، تمام، والعمود التاني مثلا هنا مثلا. خلي بالك هو فاهم ايه ديت، يعني بص العمود اول ما باجي احطه هو بيعمل تجاذب مع العواميد لانه عارف ان ده عمود، فبيشوف اقرب عمود ليه ويقولك انت ممكن ترسمه بمحاذاة العمود التاني. فانا برسم العمود دوت، لو وقفت على العمود بلاقي عمل لي دايمنشن خفيف زي ما انتوا شايفين، اول ما اخرج بره الدايمنشن بيختفي. الدايمنشن ده ممكن يفيدني في ايه؟ اول حاجه بعرف ارتفاع الاماكن، تاني حاجه ممكن اجي على الدايمنشن واكتب اي رقم، العمود بيبعد ويقرب حسب الرقم اللي اكتبه، يعني مش بس انا بغير حاجه الدايمنشن يختلف، لا ده انا اغير دايمنشن الحاجه تبعد وتقرب زي ما انتم شايفين. طيب لو انا جيت هنا عايز نبدأ نشوف مثلا موضوع التسليح الريبار، ممكن اجي في، لو انت عايز تشتغل في الريبار ممكن تلاقي في الستراكشر بتلاقي حاجة اسمها ريبار، هي تبدأ ترسم التسليح بتاعك. ممكن لو عايز ترسم الأواعي بتاعتك الفاونديشن، دي أدوات الريبار كلها موجودة، ترسم زي ما انت عايز. التحليل الإنشائي، في بعض الادوات التحليل بس مش بقوة البرامج التانية، فانت ممكن تستعين باي برنامج فيهم، يعني ممكن تصدر الشغل لبرنامج التحليل، ممكن تشتغل على حساب 15، ممكن الاستاد، ممكن في برنامج قوي وبتبدل بسهولة بينه وبين ريفت اسمه روبوت. في بعض الادنس بتسطبها بتزود لك شوية امكانيات زي ما هنشوف، في بعض الادنس بنحطها برضو بتديني امكانية ان انا اعمل الريبار بمنتهى السهولة. في برضو لو جينا بصينا هنا في الحاجات اللي هنا هتلاقي ان انت ممكن تعمل البيم بسهولة، تقول له انا عايز ارسم بيم، تبدأ تقول له مثلا عايز ارسم البيم من هنا لهنا، بس اختار البيم اللي انت ترسمها، يعني ممكن اقول له انا هرسم حاجة structure، تمام.
طيب هتلاقي الشغل في ال Rift Structure سهل جدا جدا جدا، بيوفر معاك وقت كتير اوي في الشغل. ان شاء الله هنمسك البرنامج من اول لاخر ونخلصه باذن الله، ونجاوب على اسئله الناس لو في اي حاجه احنا تحت امركم. ان شاء الله هيبقى مثلا كل فتره يبقى في شرح الحاجات اللي هي خاصه بالريفت ستراكشر، ونحاول يعني الحاجات اللي هي مشتركه بينها وبين الاركتكتشر برضو نقولها. وكان هتلاقي على المدونه draftsman.wordpress.com شرح للريفت اركتكتشر والريفت الكهروميكانيكال. اتمنى بس تتابعونا ان شاء الله، ولو في اي حاجه تقولوا لنا، مثلا في حاجه مثلا جيت طبقها لقيتها فيها مشكله، جيت تشتغل في حاجه لقيتها مش واضحه، نبدا نشرحها مع بعض ان شاء الله. اخوكم عمار سليم.